من روائع الكلام: إذا مات القلب ذهبت الرحمة، وإذا مات العقل ذهبت الحكمة، وإذا مات الضمير ذهب كل شيء. من روائع الأديب العالمي أديب جائزة نوبل نجيب محفوظ. سئل حكيم: أين يوجد الجمال؟ فأجاب: في الوجوه التي تستحي من الله. اللهم اجعلنا من الوجوه التي تستحي من الله سبحانه وتعالى، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهه. سألوني عن دواء للألم، قلت الصبر. سألوني عن دواء للفشل، قلت التكرار. سألوني عن دواء للحسد، قلت التجاهل. سألوني عن دواء للفقر، قلت القناعة. سألوني عن دواء للضعف، قلت الإيمان. سألوني عن دواء للقبح، قلت الأخلاق. سألوني عن دواء للجهل، قلت العلم. سألوني عن دواء للسفاهة، قلت الصمت. سألوني عن دواء للعداوة، قلت الإحسان. سألوني عن دواء للكره، قلت الحب. سألوني عن دواء للأوجاع، قلت الابتسام. سألوني عن دواء للبلاء، قلت الحمد لله. سألوني عن دواء للنفس، قلت الحرمان. سألوني عن دواء للتعب، قلت النوم. سألوني عن دواء ذلك، قلت قولوا يا رب. سلم أمرك لله وابتسم واطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك، واعلم أن فوق سبع سماوات ربا حكيما. ثق بالله دائما، ثق بالله دائما. سلم أمرك لله وابتسم واطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك، واعلم أن فوق سبع سماوات ربا حكيما. ثق بالله دائما، ثق بالله دائما. من درر وحكم الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى: اللهم اجعلني أنا وأحبتي من الذين يزرعون الخير في الدنيا ويحصدونه في الآخرة. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ورزقك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك. اللهم بحق هذا الفجر المبارك واليوم المبارك، ادفع عنا الوباء والبلاء، وأنزل علينا السكينة والشفاء والأمن والأمان، عاجلا ليس آجلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العفاف والغنى والتقى والمغفرة. سلم أمرك لله وابتسم واطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك، واعلم أن فوق سبع سماوات ربا حكيما. ثق بالله دائما، ثق بالله دائما. سلم أمرك لله وابتسم واطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك، واعلم أن فوق سبع سماوات ربا حكيما. ثق بالله دائما، ثق بالله دائما. من درر وحكم الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى: من روائع الكلام: إذا مات القلب ذهبت الرحمة، وإذا مات العقل ذهبت الحكمة، وإذا مات الضمير ذهب كل شيء. من روائع الأديب العالمي أديب جائزة نوبل نجيب محفوظ. من روائع الكلام: سئل حكيم أين يوجد الجمال؟ فأجاب: في الوجوه التي تستحي من الله. اللهم اجعلنا من الوجوه التي تستحي من الله سبحانه وتعالى، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. مما قيل في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجزع يسمع بالحنين أنينه،
وبكاؤه شوقا إلى لقياك، ماذا يزيدك مدحنا وسناؤنا، والله بالقرآن قد زكاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى رؤياك، أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجزع يسمع بالحنين أنينه، وبكاؤه شوقا إلى لقياك، ماذا يزيدك مدحنا وسناؤنا، والله بالقرآن قد زكاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى رؤياك. في اللحظات السعيدة أشكر الله، وفي الأوقات العصيبة أحسن الظن بالله، وفي اللحظات الهادئة أذكر الله، وفي الأوقات الأليمة ثق برحمة الله تعالى. في اللحظات السعيدة أشكر الله، وفي الأوقات العصيبة أحسن الظن بالله، وفي اللحظات الهادئة أذكر الله، وفي الأوقات الأليمة ثق برحمة الله تعالى. في اللحظات السعيدة أشكر الله، وفي الأوقات العصيبة أحسن الظن بالله، وفي اللحظات الهادئة أذكر الله، وفي الأوقات الأليمة ثق برحمة الله تعالى. في اللحظات السعيدة أشكر الله، وفي الأوقات العصيبة أحسن الظن بالله، وفي اللحظات الهادئة أذكر الله، وفي الأوقات الأليمة ثق برحمة الله تعالى. حقا إنها كلمات رائعة يجب أن نحافظ عليها ونعمل بها. أتعبتني الدنيا وأرهقتني الحياة، فيا رب إني أدعوك أن تزيل همي وتريح قلبي أنا وإياكم أجمعين. اللهم لا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. روائع الكلام: اللهم لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، واغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد. اللهم لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، واغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد. ما أروع هذا الدعاء: اللهم اجعل أبواب الجنة تفتح لنا، وقلوب الناس ترتاح لنا، وكل حسنة تتضاعف لنا، وكل خير في الدنيا يوهب لنا، وكل نعيم في الجنة يعطى لنا، وفي كل خطوة ملائكة تدعو لنا، وفي كل صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لنا. اللهم اجعل أبواب الجنة تفتح لنا، وقلوب الناس ترتاح لنا، وكل حسنة تتضاعف لنا، وكل خير في الدنيا يوهب لنا، وكل نعيم في الجنة يعطى لنا، وفي كل خطوة الملائكة تدعو لنا، وفي كل صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لنا. علمتني الحياة: من يطارد عصفورين يفقدهما معا، من هرب من العمل هرب من الراحة، لا تجادل الأحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكم، من أسرع في الجواب أخطأ في الصواب، أفكارك لك وأقوالك لغيرك، لا يجب أن تقول كل ما تعرف، ويجب أن تعرف كل ما تقول. السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا لكنها تعيش طويلا. ثم لا ترفع عنا غطاء سترك،
ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. معنى السلام عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قلت لشخص السلام عليكم، فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من كل آفة، يسلمه من المرض، يسلمه من الجنون، يسلمه من شر الناس، يسلمه من المعاصي وأمراض القلوب، يسلمه من النار. فلنجعل السلام ديدننا، ونحافظ على تلك العادة التي تنشر الخير والمحبة والسلام بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم سائر الطاعات. كل عام أنتم بخير، وقانا الله وإياكم شر أمراض القلوب وشر المعاصي، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. من الطرائف اللغوية، قال رجل لنحوي، أي رجل عالم بالنحو: أتأمرني بشيء؟ فقال: بتقوى الله وإسقاط الألف، لا تتفاصح أمام العامة. تتفاصح أي تتحدث باللغة العربية الفصحى. يقول أحد اللغويين: مررت في طريقي ورأيت جنازة تشيع، وسمعت رجلا يسأل من المتوفي بالياء، فقلت له: الله سبحانه وتعالى، فضربت حتى كدت أموت. فالمتوفي بالياء هو الله سبحانه وتعالى، والمتوفى بالألف اللينة هي المقصود بها الميت، ولكن العامة ينطقون دائما ويقولون المتوفي. فالمتوفي الذي يوفي الإنسان أجله ويوفي العباد أرزاقهم هو الله سبحانه وتعالى، أما المتوفى هو الإنسان الذي حضرته الوفاة. من روائع الكلام: النوم سلطان لا يرفض له أمر، الجوع كافر لا يرحم أبدا، الهم سيف بارد في الضلوع الدافئة، القلق كرسي هزاز يتحرك في نفس المكان، الثقة قطار يحملك للأمام، السكوت ذهب، القناعة كنز لا يفنى، الحقد اشتعال دون نار ولا دخان، التشمت مقدار نقص الثقة بالنفس، التشاؤم نقص الإيمان بالله. حقا إنها كلمات رائعة، فجنبنا اللهم منها، واجعلنا نتمسك بالصالح منها. جنبنا النوم، جنبنا الجوع، جنبنا الهم، القلق، الحقد، التشمت، التشاؤم، واجعلنا من المتمسكين بالقناعة والسكوت والثقة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. صدق الله العظيم فيما قال، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. وهذا الحديث دعوة إلى الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى في الرزق ومن كل شيء، وأن الإنسان يؤمن أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى،
وأن الرزق مكتوب، مهما اجتهد ومهما سعى الإنسان في الدنيا فإن رزقه مقدر ولا يستطيع أن يزيد أو ينقص منه شيء. اللهم اجعلنا من أهل القناعة، اللهم حببنا إليك وحبب إلينا القناعة، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. من أروع وأجمل قصص الحب في الله سبحانه وتعالى، مرض الإمام أحمد رحمه الله يوما ولازم الفراش، فزاره الإمام الشافعي رحمه الله، فلما رأى عليه علامات المرض الشديد أصابه الحزن، فمرض الشافعي أيضا، فلما علم الإمام أحمد بذلك تماسك، ذهب لرؤية الشافعي في بيته، فلما رآه الشافعي قال: مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه، مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. حقا إنها من أجمل قصص الحب في الله سبحانه وتعالى، الذي أصبح غائبا في عصرنا الحاضر، الذي شغلنا فيه بالمادة من الماديات التي طغت علينا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أجمل ما قيل: الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك. اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي بأعمالك، بأخلاقك، بروعة ابتساماتك، لتكون غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك. اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي بأعمالك، بأخلاقك، بروعة ابتساماتك، لتكون غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. اللهم اجعلنا ممن يتحلون بالأخلاق الكريمة، واجعل ذكرنا دائما بأخلاقنا وأعمالنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.